رجعت؟ ليش تأخرت كل هالقد؟ بصراحة ما في شيء مهم، بس كان في زحمة ولهالسبب تأخرت شوي بالرجعة. وكمان أول ما وصلت على البيت ماما نادت لي، قعدت حكيت شوي أنا وأمي. معقول أمك ما بتعرف قديش بتكون راجع تعبان؟ ما رح يصير شيء إذا قعدت وحكيت أنا وأمي. أنت عم تتجهزي رايحة لشي مكان؟ قصدك أنا وياك رايحين؟ لا ليشبا، لو سمحتي أنا اليوم كتير تعبان وماني قدران. ليش؟ ليش ما بدك؟ خلينا نروح لعند ماما شوي. لعند أمك؟ أنا دائما بطلب منك نروح لعند أهلك، بس لاحظت بتحبي المشاوير وبتحبي تروحي على السوق أكتر. يعني بدك تضل تضايقني مشان الأغراض اللي اشتريتهم آخر مرة؟ لا مو هيك بالمرة، بس بترجاكي جاوبيني بصراحة، مو دائما أنا بقلك خلينا نروح لعند أمك وأنت بتقليلي خلينا نروح مشوار؟ ماشي ياسر، شو بدنا بهالحكي هلأ؟ جهزت حالي، خلينا نروح يلا. لو سمحتي مو اليوم. أمي كانت عم تشتكي منك إنك كل اليوم ضليتي بغرفتك وما طلعتي، وقالت لي طلعتي بس كرمال تفطري وتتغدي وبعدها طلعتي لعند أختك ورجعتي على غرفتك. ياسر أنا على طول بحس إنه أمك ما عندها مشكلة بهالحياة غير إنه تضل عم تحكي لك علي وتشتكي. أنا واثقة إنه بحياتها ما رح تحبني. ليشبا يا حبيبتي، أنا بس كان قصدي إنه قلك تطلعي من الغرفة وتعدي مع الناس الموجودة بالبيت. بس أنا أبداً ماني مهتمة أقعد مع عمتك وبنتها اللي ما إلهم أي فائدة. بترجاكي لا تحكي بهي الطريقة، عيب. عن جد برأيك عيب؟ قلي. إذا ما إجيت معي بدنا نتخانق أنا وياك، وما رح أقدر أعمل أي شي غير إني أتخانق معك. خلص بقى، بكفي حكي فاضي. بعدين على قليلة كنتي رتبي الغرفة قبل ما أرجع من الشغل وشوف هالمنظر. رايح غير تيابي بعدين منروح سوا. يعني الغرفة نظيفة، ما في إلا شوية أغراض مكركبينها للغرفة. هي العادة، هو بيحب يكبر القصص ويعيد الكلام.